إليتي إيبار الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 24، مش عندنا كانت المباراة اللي جاتنا كيفاش إليتي وين سجل دانيال بيدرو في الدقيقة 33 أمام إيبار، وين نقولوا بلي رغم أن إيبار تلقى هدف مبكر في الشوط الأول، لكن ردة الفعل تاعو وين نقولوا بلي إليتي وين بقى مستحوذ على الكرة، يعني جاتنا كيفاش بوران وين دخل بخطة 4-4-2، جاتنا كيفاش المدرب تاع إيبار اللي دخل بخطة 4-1-4-1، جاتنا كيفاش نقولوا إيبار وين 47% نسبة استحواذ، 248 تمريرة، 243 تمريرة إليتي، 53% نسبة استحواذ تاع إليتي، ونقولوا بلي إيبار وين حاول بكل طرق، لكن شنا أنطونيو يعني من جانب إليتي، دانيال بيدرو المسجل الهدف في الشوط الأول، غونزانو شنا إيفان شنا راؤول شنا لوكاس تيتي جيمس سانجيز شنا جونسون ميلان ميلا، لكن بدون جدوى أمام نقولوا بلي وين نقولوا بلي اليوم إيبار وين حاول رغم أن كانت المباراة مفتوحة، يعني ما كانتش نقولوا كانت مفتوحة، وين إليتي وين لعب بطريقة نقولوا بلي حديثة ماشي تقليدية في الدفاع، ولا إيبار وين حاول يعني بعد دخول شأن كيفاش خوسي أنخيل اللي دخل اللي خرج في الشوط الثاني، شأن دخول رافا سواريز رافا سواريز أنا كيفاش تاكاتشي شنا كيفاش موتا، لكن بدون جدوى اللاعبين اللي نقولوا بلي مهاجمين خط وسط ميدان هجومي خط وسط ومدافع، لكن بدون جدوى امام إليتي اللي يلعب بقوه لعب من اجل شان كيفاش ماركو في الحراسه تاع ايبار، بيدرو خوسي شان كيفاش بابا كولي بيدرو ادواردو اليخاندرو بيران خير أريكي سيرجيو، لكن كانت نقولوا بلي الشوط الاول وين شاهدنا كيفاش إليتي ويلعب بقوه وسجل هدف دانيال بيدرو في الدقيقه 33، عرفوا كيفاش يغلقوا كل مساحات امام نادي ايبار. هذه هي الجوله 24 إليتي ايبار في الدور الاسباني الدرجه الاولى.